لفائدة لماما بيدي ربحت عن التسديدة تسديدة فريق الرشاد هدف عالمي هنا في المدينة العالمية والمدينة التي سجلت العالمية لفريق الرشاد أمام فريق بايرن ميونخ الألماني. يستعيد من خلالها فريق الرشاد العالمية بنتيجة الانتصار على حساب الكوكب المراكشي وبهدف عالمي من توقيع لاعب أكيد استغل الفرصة واختار القرار الصائب لماما بيدي من حال هدف التالي لفائدة فريق الرشا. رياضي هدفين دون مقابل هدفين دون مقابل والرشا عرف من أين تكر الكتف.